لكي يتمكن الشعب الصحراوي من تحقيق حريته واستقلاله، لهذا فكروا وخططوا وهيئوا لاستخدام الكفاح المسلح، ولكن الظروف أبت إلا أن تقع الانتفاضة وتقع المجزرة قبل أن يتمكن في موحدات المنصة الشرفية ولتمر على أنغام الجوف العسكري وقذائف جيش تحرير الشعب الصحراوي. فإن الأصبع على الزناد، ولينظر المغاربة إلى أيهما أقرب، السلم أم الحرب؟
كان السلم بقى وإن كان الحرب فقد عرفوننا جيدا خلال ملاحم المسائي والصائب وبرزران وبرزر. هذه السواعد الشابة التي تمر من أمامك العسكري معظم شباب ازدادوا بعد الزملة أو قبلها بقليل فأقل فأكثرهم تقل أعمارهم عن 30 سنة، ولكنها تعبير صارخ وأكيد على عملية التواصل، عملية تواصل مسيرة الكفاح ليحمي العزمة وتتواصل التضحيات والسخاء بالدماء من أجل حرية وكرامة هذا الشعب الأبي الكريم القوي. نعم أيها الإخوة والأخوات، هذا الجيش المكان يستحق منا التقدير والإكبار والإجلال، لأنه رفع رؤوسنا عاليا وبكل كرامة، وفرض على المغاربة أن يأتوا متعطي الرؤوس، وفرض عليهم هذا الجيش الاعتراف لشعبنا بحقه في تقرير مصيره الاستقلال، وهو الذي كانوا ينكرون وجوده من قبل، وهو الذي كانوا يقولون في 95 أنها مجرد جولة سياحية لقواتهم الباسلة بين مزدوجتين وهذا الزملة. إذن هم أبناء شهداء الزملة، إذن هم أبناء إطارات حركة الزملة، والعملية متواصلة والكفاح متواصل الذين حاولوا السيطرة على الشعب الصحراوي أو المس من أي حق من حقوقه. أبطال الأمس يمرون الآن من أمام المنصة الشرفية وكأنهم يسلمون الأمانة لجيل اليوم، جيل الزملة 70 الذي سيواصل العهد بكل ما لديه من قوة، وسيواصل المسيرة حتى انتزاع النصر وفرض خيار أرض الساقية الحمراء ووادي الذهب. نعم الأخ حمدي ميارة، إن هذه الأوجه أكبر دليل واضح على تواصل المسيرة، فهؤلاء الأباء كانوا أبطال غرب وقرب أجيال، وستتواصل المسيرة وسيتواصل الكفاح بعد الأباء الأطفال والأبناء، والعملية متواصلة وكل واحد يسلم الأمانة، وتظل عملية التضحيات متواصلة، وتظل عملية تسلسل المقاومة متواصلة، والأطفال ينبغون من سجن أمهاتهم حب الوطن والحرية والاستقلال، والأطفال الأسلحة ويحملون الإعلام الوطنية مؤكدين أنهم ما زالوا على الخط سائرون وعلى أن العملية متواصلة. بعدها مباشرة استعراض أبناء الصربية حققنا له الاستقلال الذي سيقوم ببناء الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني، وهكذا تتوالى. نعم أيها الإخوة المستمعون، أينما كنت لا إلى أطفال الذين تربوا في حضن الثورة ورضعوا الإباء ورضعوا الشجاعة ورضعوا الاستبسالة من ثدي ثورة 20 من مايو، ها هم اليوم يحضرون ليمثلوا هذا الجيل الصاعد، ليقولوا للحاضر والغائب، ليقولوا للعالم أجمع نحن هنا. إصرار على مواصلة ما استشهد من أجله أبناء الشعب الصحراوي، ما استشهد من أجله فلذات أكباد الصحراويات. الآن تمر هذه اللوحات بخطى ثابتة مثل ذبات الشعب الصحراوي على تحقيق خياراته في الحرية والاستقلال. هذه اللوحات الشعب الصحراوي، تواصل المقاومة الصحراوية سلسلة بسلسلة حتى تحقيق الاستقلال الوطني على كامل تراب الساقية الحمراء ووادي الذهب. الأجيال الصاعدة ها
هي إصرار أكثر من الأجيال التي سبقتها، لأنها تعى والإباء من ثدي هذه الثورة، لتقول الآن نحن مستعدون لتسلم مشعل المقاومة، لتسلم مشعل التحرير، أو تستقطب اهتمام كل أبناء الشعب على التميز وعلى أصالته، ومن خلالها قاوم كل أساليب الطقس والدمج والاندماع. ثقافة الصحراويين الرافضة والمعيز الذي لا مباشر عن استعدادات الناحية الثانية لإجراء المناورات العسكرية واستعراضاتها، وكل ذلك يأتي في إطار الذكرى 30 لانتفاضة الزملاء. كما تشاهدون أيها الإخوة أيها الأخوات، هذه هي الأسلحة والعتاد وغيرها من الدبابات، هي من قلب أخشاش المحررة. أيها الإخوة أيها الأخوات، الناحية العسكرية الثانية لبست أبهى الحلل وأجملها استقبالا لضيوفها الذين أبوا لأن يشاركوا معها احتفالاتها المخلدة للذكرى 30 لانتفاضة الزملة. هذه الأعلام الوطنية أكبر دليل على ذلك، وهذه الأعلام الوطنية هي أول من يستقبل القادمين إلى منطقة أخشاش المحررة، المنطقة التابعة للناحية العسكرية الثانية. نعم، الناحية العسكرية الثانية بعد الاحتفالات المدنية تتولى الإشراف وتنظيم الاحتفالات العسكرية الخاصة بذكرى 30 لانتفاضة الزملة.
هذه إخوة المستمعين الفاضل ناقلة جنود بي ام بي التي أدت دورها القتالي المعروف من خلال عمليات السحق التي يعرفها العدو أكثر من ذلك. هي ومقاتلي جيش تحرير الشعب الصحراوي تؤكد الجميع أنها جاهزة ومقاتلوها جاهزون لأي لحظة عندما يتطلب العودة للحرب مرة أخرى. ناقلات الشاحنات التي تنقل الجنود والصهاريج الناقلة للمياه والمحروقات الأسلحة الثقيلة، أيضا الدبابات، ومع الدبابات هناك أنواع أخرى مختلفة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، من دبابات من مصفحات، من أسلحة مضادة للطيران، من أسلحة دعم ميداني، ومن رشاشات ثقيلة. إذن هذا المنظر العام هو عبارة عن بداية للاستعراضات العسكرية بالناحية الثانية إحياء وتخليدا للذكرى 30 لانتفاضة الزملاء التاريخية. هذا العلم الوطني أيها الإخوة أيها الأخوات بألوانه الزاهية سقط من أجل أن يرتفع عاليا. العشرات والمئات من أبناء هذا الشعب سخوا بدمائهم الزكية ليرفرف هذا العلم فوق ربوع الوطن، وهو اليوم يرفرف فوق سماء أخشاش بزمور المحررة في إطار هذه المنصة التي أقامتها الناحية الثانية، حيث ستقام أنشطة وفعاليات وسهرات الاحتفالات المخلدة لذكرى 30 لانتفاضة الزملة التي تشاهدون زعيمها الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري. إنها الاحتفالات العسكرية أو الاحتفالات المخلدة لذكرى 30 في شقها العسكري. محمد سيد إبراهيم بصيري شهيد الانتفاضة، شهيد الفكر الوطني الداعي للاستقلال، نتذكره ونعلن له الوفاء في الذكرى 30 لانتفاضة الزملة التاريخية التي تحيي احتفالاتها وأنشطتها وفعالياتها الناحية العسكرية الثانية بمرتفعات أخشاش. شعارات كل وطن والشهادة الاستقلال الاستقلال سلما وبالقتال، وأيضا اللوحات المعبرة 17 يونيو بداية تفريخ للفكر الوطني وللثورة الصحراوية التي ظهرت بعد ذلك والتي ما زالت تقود الكفاح والسلاح. 30 سنة والعهد باق يا بصيري، 30 سنة وفاء وتواصل. نعم، إنها التحضيرات الأولية أيها الإخوة والأخوات للاستعراضات العسكرية المنظمة بالناحية الثانية في إطار الذكرى 30 لانتفاضة الزملة، وإنها أيضا الاستعدادات الحثيثة لإجراء المناورة العسكرية بالذخيرة الحية التي ستقام هذا اليوم يوم 19 يونيو 2000. كل ذلك في الناحية العسكرية الثانية لجيش تحرير الشعب الصحراوي. إنها إخوتنا المستمعين الأفاضل لحظات ترجع للشعب الصحراوي ولكل قواه قوة الجيش الشعبي الصحراوي الأمل في أنه إذا وقعت الحرب مرة أخرى أو إذا فرض علينا الغزاة العودة إلى الحرب مرة أخرى فإننا جاهزون بمقاتلينا ودباباتنا ومصفحاتنا وأسلحتنا المختلفة لنرد الصاع صاعين وليعرف. Thank you.
نعم أيها الإخوة أيها الأخوات، في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 30 لانتفاضة الزمرة والتي تحتضنها الناحية العسكرية الثانية في هذا اليوم المشهود يوم 19 يونيو 2000، الآن مع الوفود السياسية والعسكرية التي تشارك الناحية العسكرية احتفالتها بهذه الذكرى، وفود من الولايات من المؤسسات ووفود من الحكومة والأمانة الوطنية ومقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، وفود من النواحي العسكرية الأخرى التي تشارك مع الناحية العسكرية الثانية احتفالاتها المخلدة لذكرى 30 لانتفاضة الزملة التاريخية. هناك أعضاء في الحكومة، هناك أعضاء في الأمانة الوطنية، هناك أيضا مسؤولي النواحي العسكرية الذين أبوا كذلك إلا أن يأتوا من نواحيهم البعيدة ليشاركوا الناحية العسكرية الثانية احتفالاتها المخلدة للذكرى 30 لانتفاضة الزملة. إطارات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، ضباط سامون أتوا أيضا ليشاركوا مع الناحية العسكرية الثانية احتفالتها وفعالياتها المخلدة للذكرى 30 لانتفاضة الزملة التي تعيشها. خليني نقف خلنا معاك مالك عاجلة. نعم أيها الإخوة أيها الأخوات، الأخ محمد عبد العزيز رئيس الدولة الأمين العام للجبهة يصل حالا بعد لحظات تنطلق الأنشطة والفعاليات المخلدة للذكرى 30 لانتفاضة الزملة التاريخية التي تنشطها هذه الأيام الناحية العسكرية الثانية من مناطق أخشاش من مرتفعات أخشاش بزمور المحررة. الأخ محمد عبد العزيز يصافح الوفود ووفود النواحي والمؤسسات والجاليات في إطار هذه الاحتفالات. نعم أيها الإخوة أيها الأخوات، الأخ محمد عبد العزيز رئيس الدولة يصافح بعض المشاركين أعضاء من الجاليات الشمالية والجاليات الجنوبية، وأيضا يصافح بعض الإخوة مسؤولي النواحي وبعض الإخوة أعضاء الحكومة والوزراء، وكل ذلك يأتي في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 30 لانتفاضة الزملة. ومن أيها الإخوة أيها الأخوات، الأخ محمد عبد العزيز رئيس الدولة يصافح الوفود وتقدمهم إطارات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قادة النواحي العسكرية، إطارات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، أعضاء الأمان الوطنية، أعضاء الحكومة الذين حضروا معنا الاحتفالات المخلدة للذكرى 30 لانتفاضة الزملة التي تعيشها هذه الليلة. نعم كما تشاهدون أيها الإخوة أيها الأخوات، الناحية العسكرية الثانية تعيش الآن الاحتفالات المخلدة للذكرى 30 لانتفاضة الزملة من خلال الاستعراضات العسكرية التي يحضرها الأخ الرئيس وقادة النواحي، ومن خلال أيضا المناولة العسكرية وبالذخيرة الحية أعضاء المينورسو يشاهدون هذه المناورة وهذا الاستعراض عن قرب ليتأكدوا من خلال تواجدهم على أن الشعب الصحراوي مصمم، إذا كان المينورسو عاجزا وإذا كانت الأمم المتحدة عاجزة على أن الشعب الصحراوي مصمم على استرجاع حقوقه المشروعة بدمائه وتضحياته، لأن هذه الدماء وهذه التضحيات هي التي أتت بالمينورسو إلى الصحراء الغربية. إذا هذه شهادة حية وعلى أمام أعين المينورسو تؤكد تمسك الشعب الصحراوي. طفي عنكم. أيها الإخوة أيها الأخوات، أعضاء الأعيان
أعضاء المجلس الاستشاري يصلون الآن إلى مقر الاستعراضات التي تنظمها الناحية الثانية والتي تأتي في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 30 لانتفاضة الزملة. نعم، كل أفراد الشعب الصحراوي وفود تمثلهم شاركت هنا ليتأكدوا من قوة الشعب الصحراوي، ليتأكدوا من قوة جيشهم ومن جاهزيته. نعم افتح. نعم ايها الاخوة، الاخ سالم بصير رئيس المجلس الوطني يصل ايضا الان الى مقر الاستعراضات المخلدة. نعم ايها الاخوه ايتها الاخوات، الاخ محمد عبد العزيز رئيس الدوله الامين العام للجبهه يستعرض وحدات من مقاتلي الناحيه العسكريه الثانيه من مختلف الاسلحه، مصفحات، مدرعات، راجمات صواريخ، مدفعيه، رشاشات دعم، رشاشات متوسطه، واسلحه مضاده للطائرات ممطع. يستعرض الوحدات، هو استعراض ثابت. الاخ محمد عبد العزيز يمر من امام الوحدات وحده بعد وحده. نعم ايها الاخوه ايتها الاخوات، الاخ محمد عبد العزيز الان يستعرض فوجا من الافواج المضاده للطائرات، الاسلحه ممطاة. يستعرض فوجا من افواج الدفاع الجوي والاسلحه ممطاة. في رئيس ايضا امام فيلق من فيالق الدروع بي ام بي ناقلات الجنود المزنزره، وذلك كله ياتي في اطار الاستعراضات العسكريه للناحيه الثانيه المخلده للذكرى 30. نعم اخوتنا المستمعين الافاضل، الاخ محمد عبد العزيز مرفوقا بالاخ رئيس مسؤول الناحيه العسكريه الثانيه، قائد الناحيه العسكريه الثانيه، بعد نهايه الاستعراض الثابت لوحدات ومختلف اسلحه الناحيه العسكريه الثانيه، وكل هذا ياتي في اطار الذكرى 30 لانتفاضه الزمله التاريخيه التي نعيش نشاطاتها وفعاليتها. ولا نقدم ولا نحوز هاي له؟ ولا نحوز هاي شويه؟ نعم ايها الاخوه ايتها الاخوات من المناطق المحرره، نعيش معكم هذه اللحظات الخالده والمؤثره بعد ان تابعتم معنا استعراض الاخ الرئيس محمد عبد العزيز لوحدات وتشكيلات مختلفه ومن الاسلحه المختلفه للناحيه العسكريه الثانيه. الان نحن في المقر الذي سيتم خلاله اعطاء شروح وافيه عن خطة المناورة العسكرية بالداخل الحية التي سيقوم بها مقاتلو الناحية العسكرية الثالثة. هذه الآن أيها الإخوة والأخوات سيارات الوفود المشاركة في هذا الاحتفال، وفود تمثل الوزارات، الولايات، المؤسسات، أعضاء الحكومة، الأمانة الوطنية، المجلس الاستشاري، المجلس الوطني، وفود من الجاليات الشمالية والأجنبية، وفود صديقة وشقيقة، رجال الصحافة، وأيضا وفود من المنورسو ليمر هذا من أمام أعينهم وليتأكدوا من أن المنورسو إذا عجزت يوما ما عن تحقيق حق الشعب الصحراوي في الحريه والاستقلال، فالشعب الصحراوي كما كان سابقا وتضحياته التي اتت بالمنورسو الى هنا قادر ايضا على ان يسترجع الكلمه وتكون الكلمه الفصل الاخيره للشعب الصحراوي ولجيشه. نعم ايها الاخوه ايتها الاخوات، في اطار هذه الصوره الصوتيه والمصور التي ننقلها لكم، اخ الوزير الاول، اخوه اعضاء الحكومه، اخوه اعضاء الامانه، قاده النواحي، الضيوف الكرام،
مون جنرال كوموندون دي فورس رامي نورسو ديستينغيدوس ويسبيدس. مرحبا بكم في الناحية الثانية. سوي لي بيان بيني سام بيان بينيدوس. أتفضل بشرح مخطط المناورة على مستوى الناحية الثانية. قبل الدخول في القرار، المناورة مناورة جزئية ذو طرف واحد تستمد بعض عناصرها من الواقع الحالي. العدو ممثل بدريئات، أن اللواء قادر على تنفيذ المهمة المسندة له، وذلك بالتحقيق التفوق المطلوب. القرار مستفيدا من نتائج الاستنزاف ومن العلامة 16 اختراق دفاعات العدو في المنطقة وبهجمة 3 مجموعات تكتيكية، تدمير سرايا العدو المدافعة على الخط الأمامي، والاستيلاء على المواقع المحتلة، للاستيلاء على بطارية المدفعية الواقعة في العمق بزج المجموعة. يتم تشكيل اللواء إلى 4 مجموعات تكتيكية، 3 مجموعات تكتيكية نسق فوج مدفعية فوج دفاع جوي ومؤخرة. تسند المهام في الوحدات حسب المراحل المبينة، وينظم التعاون الاستطلاع بالتركيز على العمق والمجنبات. يركز التعاون الهندسي على فتح الثغرات المقررة، ويتم تنظيم التأمينات الضرورية حسب. نعم أيها الإخوة أيتها الأخوات، الأسلحة والمقاتلون جاهزون للقيام بالمناورة العسكرية التي تنظمها الناحية العسكرية الثانية في إطار الفعاليات المخلدة للذكرى 30 لانتفاضة زملة. مختلف الأسلحة والآليات والمدرعات جاهزة للانطلاق بعد لحظات للتطبيق الفعلي لما قدمه قائد الناحية من شروح حول خطط المناورة العسكرية. المناورة العسكرية تقام ميدانيا وبالذاخرة الحية كتطبيق فعلي لأي هجوم حقيقي واقع على العدو. عملية الاختراق وعملية الاستفزاز وعملية تدمير القوات العدوة في العمق ومدافعه الثقيلة. إذا هذه الأسلحة بمختلف أنواعها إخوتنا المستمعين الأفاضل، دبابات، مدرعات، مصفحات، أسلحة ضادة للطيران ورشاشات ثقيلة ومتوسطة ومدفعية، كلها تشارك في عملية المناورة. أيها الأخوات، بداية انطلاق وحدات جيش تحرير الشعب الصحراوي فيلق الرشاشات الثقيلة ينطلق في البداية مارا من أمام الإخوة الوفود المشاركة، وفي نفس الوقت لتكون بداية لانطلاق المناورة العسكرية. نعم أيها الإخوة أيتها الأخوات، نعيش معا بداية انطلاق الاستعدادات وبداية انطلاق المناورة الميدانية بالداخل الحية لمقاتلي ومختلف الناس. صورة ديانا راد. نعم أيها الإخوة أيتها الأخوات، هذه الأسلحة تمر من أمامكم وهي أسلحة مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي بالناحية الثانية، يمرون أمامكم متوجهين برشاشاتهم الثقيلة نحو ميدان المعركة حيث سيتم التطبيق الميداني للمناورة العسكرية بالذخيرة الحية والتي تأتي في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 30 لانتفاضة الزملة.
انطلقوا في اتجاه المناورة، انطلقوا في اتجاه الهجوم على العدو. إنهم أبطال جيش التحرير الشعب الصحراوي صانعي مجد هذه الأمة، يؤكدون للعالم أن الأمم المتحدة إذا عجزت عن السلام فهم قادرون على فرض السلام بقوتهم وإرادتهم ودمائهم الزكية الطاهرة. أيها الإخوة أيها الأخوات، هذه دبابة القيادة تأمر الآن إخوتنا المستمعين الأفاضل من أمامكم في بداية المناورات العسكرية في الذخيرة الحية التي تنظمها الناحية العسكرية الثانية، وبداية تحرك المدرعات والمصفحات وناقلات الجنود الميكانيكية تنطلق صوب الهدف في إطار المناورة العسكرية التي تنظمها الناحية العسكرية الثانية ومقاتلوها في إطار الاحتفالات المحددة بالذكرى 30 انتفاضة الزملة. مجموعة من الشباب مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي الذين صنعوا المجد بالأمس ويصنعونها اليوم، ويؤكدون أنه إذا كانت يدهم ممدودة للسلاح، إذا كانت يدهم ممدودة أيها الإخوة أيها الأخوات. الأخ الرئيس، يتقدم الوفود صديقة وشقيقة، وفود الولايات والمؤسسات، المجلس الوطني، الحكومة، أعضاء الأمانة وغيرهم الذين جاءوا ليحضروا مع الناحية العسكرية الثانية المناورة العسكرية التي تأتي في إطار الذكرى 30 لانتفاضة الزملة التاريخية. وفود من النواحي، من الولايات، من المؤسسات، أعضاء الحكومة، أعضاء المجلس الوطني، أعضاء الأمانة الوطنية، أعضاء المجلس الوطني، أعضاء المجلس الاستشاري. كل هذه سيارات تقل هذه الوفود، أكثر من 145 سيارة من أنواع مختلفة تقل هذه الوفود من مختلف جهات الوطن، من مختلف الفعالية للشعب الصحراوي، بما فيها جالياتنا في الشمال والجنوب أيها الإخوة والأخوات، وكلها جاءت لتتأكد من قوة جيش التحرير الشعب الصحراوي، من صلابته ومن إرادته القوية من خلال هذه المناورة. هذه الصورة الصوتية عن المناورات التي تنظمها الناحية العسكرية على بعد كيلومترات عديدة. تنطلق صواريخها وتصيب الهدف من بعيد، يتعالى الدخان، تؤدي دورها في إطار عملية إسناد للهجوم المتقدم الذي ينطلق بسرعة فائقة ونحو الهدف. إذن أيها الإخوة أيها الأخوات، الأخ محمد عبد العزيز رئيس الدولة يتابع بمنظار الميدان، يتابع نشاطات وفعاليات هذا
وأن يحقق حريته واستقلاله. إنها إخوة المزامين مناورة عسكرية في الدكتور الحية شاركت فيها مختلف الأسلحة، أعمال المشاة وناقلات المشاة والدبابات الثقيلة ومدفعة الهاوزر وراشمات السواريخ متوسطة والثقيلة ومدفعة تم في البداية عمها واقتحام لمواقع العدو لتقوم بعمل استكشاف حول الخرائط للعدو من اجل تدميرها، وتنطلق عمليه مجموعه من الاقتحام اخرى لتصفيه مدفعيه الميدان والمدفع الثقيله المتواجده في عمق دفاعات العدو. ايضا كانت عمليه تطبيقيه ميدانيه لما قدمه لنا قائد الناحيه من الشرح عن عمليه كيفيه الاقتحام كيفيه تدمير القواعد الخلفيه. مختلف الاسلحه شاركت في ذلك، الدفاع الجوي موجود لرد اي تدخل للطيران، راشدات الصواريخ تتقدمهم الى تسليم الميكانيكيه